دلوقتي لمعادكم مع قعدة مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من قعده مزيكا على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. ضيف قعده مزيكا النهارده هيكون الفنان محمد ابو ذكري. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نستقبل محمد في الاستوديو. انتم مع قعده مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني، انتوا مع قعدة مزيكا على نجوم اف ام، ودلوقتي هنستقبل ضيف قعدة مزيكا الفنان محمد ابو ذكري. ازيك يا محمد؟ انا اقول لك يا محمد ولا ابو ذكري ولا انا ايه؟ ابو ذكري او ما انت عايزه. زي ما انا عايزه، انا بقول لك ابو ذكري. متعودين حسين علي هو. طيب اول حاجه عرفنا بنفسك وقول لنا كده انت بتعمل ايه كمزيكا يعني. اوكي، طب انا اسمي محمد ابو ذكري. مبدئيا عشان إعادة اللي انت قلتيه، لا انا بعزف عود وبالف مزيكا. هبدا من الاول خالص ولا ابدا من ازاي عشان اقدم نفسي ولا اقدم نفسي بسرعه؟ لا يلا بينا دلوقتي نبدا من الاول خالص. قولي بقى انت امتى عرفت ان انت بتلعب مزيكا؟ اوكي، بلعب مزيكا من وانا عندي مثلا 9 سنين. 9؟ بلعب عود يعني. وانا بعزف عود عشان كان عمي بيلعب عود هاوي وكنت بحب قوي الاله دي في التجمع العائلي يعني. بس فقررت ان انا هتعلم مزيكا، فبقى فيه زي كده ايه مدرس موسيقى بيجي يديني انا واخواتي. بس انت قررت ان انت هتتعلم عود بالذات؟ حبيت العود عشان كان هو بيغني ام كلثوم وانا كنت بعشق بقى، كنت بقى بقعد اتسمع قدامه بقى وانا عندي كده 6-7 سنين كده طول الوقت يعني. فكل يعني جمعاتي بالليل عند جدي، ده كان كده الاجتماع الاجباري على كل الناس. فكنت بقى دايما بسمع عود كده بس. فبقى هو ده اول يعني ايه، اول صله يعني او اول حاجه خلتني ابقى عايز فعلا اتعلم عود. بس كانت الموضوع هوايه. يعني عملت ايه؟ ابتديت تاخد دروس يعني ولا ايه اللي حصل؟ يعني في قلت لوالدي، قلت له يا بابا انا عايز اتعلم عود. فكده في طبعا قصه كبيره مش عارف احكي لك تفاصيل عشان ما بقاش بخم. ليه؟ طب انا عايز اعرف القصه. ماشي لا محرجه ولا ايه؟ لا يعني قال لي ده ماشي، طب فحوش بقى مصروفك فالحاجات دي، اصل هي ساوند سو كليشيه. عشان مش عايز كليشيه تحس بقى ان انت اللي جايب العود بالظبط، عايز اتاكد ان انت مش بتهزر يعني بالزبط. تقريبا. بس المهم يعني في الاخر ان انا اتعلمت عود عشان في مدرس جه يدينا موسيقى انا واخواتي، كل واحد اختار اله وانا قلت العود اللي انا اصلا طالبها يعني فعلا جدا. بعدها بسنه يعني بعدها بسنه كان عندي مثلا 10 سنين، دي بقى كانت ساعتها بقى ايه ده نصيف شمه بقى اشوفه في التلفزيون. اللي هو واحد يعني من 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 من, من كبار الموسيقيين وعازفين العود في العالم العربي يعني كله. فهو عمل اسس مدرسه مشهوره جدا النهارده اسمها بيت العود العربي. دي كانت اتاسست في القاهره وكانت في تونس برضه يعني، ودلوقتي ليها كذا برانش، ليها كذا فرع في كذا مكان. بس الاول بدا في القاهره. بس طبعا كان ساعتها بقى يعني الموضوع ده كان في عزه يعني، كان دايما بنشوف نظير شمع تلفزيون طول الوقت. فبعد كده بحت له بقى وقدمت بيت العود. وبعدين بقى عمل لي اكسبشن كده، المفروض ما كانش بياخد اطفال، وبعدين خدني عشان لاني بعزف عود بقالي سنه فحافظ السمعيات وانا كنت طفل صغير يعني. طفل فلا مستواك يعني كانه حد لما انت مريض لما بتحب فعلا العود والله. بس فقال لي بس فدخلني مدرسه، فكنت مبسوط جدا طبعا. انفايرمنت بقى، بيئه بقى مختلفه تماما، ناس جايه من كل الوطن العربي عشان تتعلم عود. ده كانت بدايه العود معايا يعني. بس فانت بدات يعني هناك في المدرسه من وانت عندك 10 سنين تقريبا. 10 سنين تقريبا. بعد كده بقى كملت بقى بيت العود. بس ساعتها انت بتقول الموضوع كان هوايه، فلغايه المرحله دي كان لسه هوايه بالنسبه لك؟ يعني مش متخيل. هو بقى بيت العود هو بقى اللي عمل المنحنى ده. هو ان بعد سنتين نصير شمع بدا بقى يعني، انا بقول له اسم نصير عامه، هو زي بابايا يعني شويه لان انا عارفه من صغير قوي، هو فعلا كان زي بابايا بالظبط. فعلاقتنا شويه مختلفه، وهو قرر ان هو بقى قال لي ايه ده، طب انت هتسافر معانا. فبدات اتوب معاه وانا عندي 13 سنه مثلا. فبدات بقى اسافر اخد طياره وارجع معايا. عندك بقى جولات فنيه وحاجات. وبعدين بيديني دولار، فاروح اخلص اصلا السالري واشتري بقى شوكليت بقى وبونبون كتير قوي عشان اخواتي، وانا بقى فاهمه اللي هو ايه ده، في فلوس في ايدي. كده يعني. طب وانت هو كان دايما بيعمل حفلات بين طلاب يعني بيشارك فيها طلاب
بيت العود بالظبط. يعني هو كان بيختار طبعا مجموعه وكان برضو يعني بدات انا العب اظن يعني بدات اتقدم شويه في العود, فبدا يقدمني اذا بقى سولوست اصغر سولوست في بيت العود وان انا يعني زي ريبريزنتيف او يقدم بيها فكره نجم يعني نجم بيت العود شويه فكره بيت العود العربي وفكره ان ايه ده بصوا بيت العود بيعمل ايه, وده حقيقي وده حاجه طبعا كبسطاني جدا انا طفل وعجباني جدا فكره ان انا يعني حاسس ان انا ايه ده بعمل حاجه ليها قيمه و... يعني بحكي لك نفسيا كان يعني بحكي لك شويه كذا كل العادي يعني اكيد كمان وقتها كان بيجي لك فيدباك بقى من يا اما في الحفلات او الناس اللي بتيجي تزور بيت العود او من مثلا موسيقيين فكانوا بيدوا لك كده ثقه انه ايه ده بالظبط ايه ده انت ازاي بتلعب كده ايه ده مش عارف ايه, فانت بتحسي ان ايه ده ايه ده انا طفل بس جايز يبقى ليه لازمه يعني لطيف وبعدين كنت بقى كنت شايف ده ازاي يعني ابتديت تحس يعني بمسؤوليه كده تجاه انه اذا انا شكلي موهوب بجد وكده يعني تقدر تفتكر يعني احساسك اصلا وقتها انا فاكر كويس قوي ان الحاجه الوحيده اللي انا اصل هي الحاجات دي بتفضل على فكره بالذات لما تبقى ليها علاقه باللي احنا بنعمله لما بنكبر ما بننساهوش ما هياش ذكرى مثلا مع حد معين فتبقى صعب انك تفتكريها لان بس فهو انا فاكر ان انا بس ان انا كنت حاسس ان ايه ده انا بشتغل واتس بينج اوف وده ذاتس ماي سالري وان انا سافرت مع موسيقيين وقابلت ناس بقى في فيستيفال كبير ورجعت تاني كل ده انا عندي مثلا 13 14 سنه فكنت حاسس كده ايه ده عارفه بتحسي بذاتك بتحسي ان انت ليكي لازمه عندك حياه كمان يعني. مختلفه عن الناس اللي في سنك يعني عندك حاجه تقدر تقول انا بعمل كذا غير اللي انتوا بتعملوه العادي انكم بتروحوا المدرسه وترجعوا وكده انا عندي حياه تانية خالص يعني بالظبط. وبعدين كمان في الفتره دي في حاجه برضو احب ازودها هي مش علاقه بيا خالص دي علاقه كمان بالاله نفسها ان انا في السن ده انا فاكر كويس جدا في المدرسه مثلا كنت انا بكلمك على ايه 2001 2002 مثلا ففي الفتره دي لما كان حد بيمسك عود كانوا بيتريقوا عليه يعني ما كانش في عواد في الشارع انا فاكر كده وانا صغير كل اصحابي في المدرسه كنت انا بالنسبه لهم المنطوي اللي عشان في الوقت ده يعني لو حد حتى بيحب يتعلم مزيكا بيلعب جيتار او بيانو او بالظبط يعني بدايه الالفينات العود فيها في مصر كان دايما علامه من علامات الـ 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 العواجيز فكنت لما بتعزف عود كانت دايما بتبقى ايه ده انت بتلعب عود ايه يا عم في ايه فكده ده مصر كده بجد انا فاكر كويس قوي متاكد ان هو ده اللي احنا كنا فيه يعني بس فعلا وجود بيت العود طبعا ما حدش بيقول كده بس في ال 20 سنه اللي فاتت اللي حصل في العود مش في مصر بس بالمناسبه في اماكن كتير جدا منهم مصر ومصر هيركز اكتر على بيت العود لان هو مشروع شويه عمل بومين جدا لمده 20 30 سنه وبعد كده دلوقتي بدا يقل شويه ولكن وجود المدرسه وجود المشاريع الثقافيه اللي كانت موجوده تبع وزاره الثقافه ساعتها كانت بتفرق جدا في مستقبل المزيكا في مصر وفي وجود فنانين في مصر زي حازم شاهين زي مصطفى سعيد زي ناس معظمهم سافروا يعني مفيش غير حازم شاهين دلوقتي في مصر بس يعني قصدي اقول المشاريع الثقافيه دي كانت بتطلع ناس كتير جدا فبيت العود كان برضه مؤثر في الموضوع ده بس طيب وانت بعد بقى المرحلة دي يعني بعد مرحلة ان انت خلاص بقيت بتسافر بقيت بتعمل حفلات معروف يعني اسمك نسبياً كأصغر حد في بيت العود أيوة ايه الخطوة اللي جت بعد كده يعني غيرت شوية في مسارك؟ هقولك انا بعد كده بقى اتخرجت من بيت العود كان عندي 15 سنة بس دي بقى كانت هي بقى الموضوع اللي هو ايه اللي هو لسه صغير برضو بس خلاص خلصت بس انا بالنسبه لي 15 سنه ايه ده انت بتدرس كده انا عادي مرتب بقى عادي جدا موظف وصغير فانت خلصت وبقيت بتدرس في بيت العود مستمر لسه كان 1/2007 بس 26/1/2007 بس فخلصت الموضوع ده وبعدين حسيت بقى ايه قعدت بقى برامج بقى بالهبل يعني انا اظن ان عملت كميه يعني برامج يعني مستضيفني عفل الطفل بالمعجزه ايوه لو انت اصغر مدرس في الوطن العربي واو فبقى يعني مفيش بناء ما بروحش سجلت فيه اظن يعني في الفتره دي بس لحد ما انا زهقت جدا وحسيت ان انا ايه ده طب انا كده مش في حته اصلا انا عايز اتعلم عايز اكمل واقف في نفس الحته ومش بالظبط واحد بقى مع كل الناس مع عم قديم يعني في كل يعني عندي برامج كلها تشوفيها على اليوتيوب شكلي صغير جدا وفاهمه عيل يعني طب معلش انا عايز اسال ايه الحاجات اللي انت وقتها كنت بتعزفها يعني ايه اكتر حاجه كنت يعني انا يعني في بيت العود اكيد انتوا بتعلموا حاجات معينه بس حتى انت كان ايه المزيكا اللي انت بتعزفها اكتر حاجه بتعملها في الحفلات وفي البرامج وده كنت ساعتها هقول لك انا بدات كنت بلعب كنت بلعب ساعتها اول مؤلفه الفته في حياتي كان اسمها حيله كان عندك حاجه يعني وقتها ما انا ساعتها بقى كنت بحب بقى الف مزيكا بس كانت انسترومنتال كلها طبعا مش غنى خالص انت اكتشفت اصلا موضوع التاليف ده امتى
لا وانا صغير قوي طول عمري بحب الف. يعني من بدايه ما لعبت عندي 13 سنه درس قدرت كده تطلع بس مؤلفات مش حلوه مزيكا بس تقول انه انا عملت انا عملت المزيكا يعني كنت بحب فكره اصلا المبدا هو اللي كان عاجبني او فكره ان انت تبقى معاكي اله فتحاولي تطلعي حاجات حلوه وحش مش حلوه دي بقى ممكن فيها بعدين بس بس الفكره نفسها كنت دايما بعشق الموضوع ده يعني. بس فايه بقى كنت بتكلمني على المقطوع الاولاني اه عزفت اصلا انا بقول لك بقى انت عملت برامج بديني فعزفتها بديني برضه يعني عزفتها بقى فاهمه لحد ما كرهتها اصلا بس وبعدين وكنت بقى بعمل حفلات كده في سيد الصاوي ساعتها وروابط وكل بقى اعمل حفله كنت بتعمل حفلات سولو اه كنت سولو وباند بقى وعملت ساعتها بقى كوارتيت طيب ما انت ما بتحكيليش طيب الحاجات دي ليه انا بقى عشان كده قلت لك انا باغي كتير فانت برضه حاولي لا لا انا عايز اعرف كل حاجه كل حاجه اوكي فعملت بقى احكيلي على الفرقه اوكي الفرقه عملت ازاي وانت دي كانت قبل ما اسافر بمصر على طول كان عندي 17 سنه مثلا يعني خدت توك مي 8 يعني سنتين كنت خلاص بقى المفروض ان انا خلصت ثانويه عامه على جنب وداخل معهد الموسيقى ما طبعا ما قدرتش اقعد اسبوعين ساعتها صراحه في المعهد اه هو اسبوعين وقلت ايه ده لا مش عايز مش هكمل هنا بس ليه طيب عشان كان ساعتها بقى دلوقتي المعهد اتحسن كتير بس ساعتها ما كانش فيه يعني كان بالنسبه لي انا جاي من بيت العود وجاي من حته برضه كان الموضوع مختلف لان انا كنت برضه فكره ان انت عندك 15 سنه وبتسافري مع مصري شمال بتشوفي فنانين كبار قوي صعب قوي انك ترجعي طالب في سنه استماع اللي هم اصلا بيدوها للناس اللي عمرهم عملت مزيكا في حياتهم فصعب قوي ان انت بتعيد حاجه من الاول تاني إيه انا يعني حسة انا في حصه حد بيعلمني مزيكا وانا بدرس امبارح فاللي هو بالنسبه لي ده اللي هو ايه ده في فرق سرعات غير طبيعي بس انا عشان انا كنت فاصل فكره بيت العود انا بدرس مزيكا بس انا فاصل فكره الدراسه عن دراستي المدرسيه اللي هي انا في مدرسه ثانويه عامه خلصت ايه ده طب هخش ايه انت اصلا كدا. في لحظه فكرت فيها انك تدرس حاجه ثانيه مش مزيكا يعني ولا يعني وانت بتنقي الجامعه وكده وانت في ثانويه عامه كنت لا فكره ان كنت خلاص بقى لا كنت كان الموسيقى بس انا طول عمري كنت كان نفسي العب صحافه كان نفسي اعمل صحافه كنت بحب اكتب والله طول عمري كنت بحب اكتب لحد كنت بكتب مقالات والله فدي كان نفسي اكتب بس بس ما حصلتش بقى عرفت اعود فدخلت المعهد ما استحملتش وبعدين قررت تفكر اكتر في التطوير خلاص كده مش هينفع بالظبط فانا عايز بقى اتعلم ساعتها بقى خلاص بقى برامج مش عارف ايه طب انا اعمل ايه طب امشي بقى مشيت مشيت من مصر رحت بقى فرنسا ده بقى اكبر شابتر اظن ده اكبر شابتر في حياتي يعني لان رحت عندي 18 سنه ففي السنوات اللي انت لسه بتتعلمي لسه اصلا بتحطي يعني البيسكس لسه ما خلصتش اصلا طيب تعالى نقف هنا ونسمع منك شفت. اول تراك هتلعبه لنا النهارده احكي لنا كده هتعمل لنا ايه اوكي هلعب تراك هنا بغني انت عارف ان انا بغني ريسنتلي انا عارف بس ما شفتش لسه هشوف دلوقتي مش لو ما عجبكيش بيني وبينك لا الاغنيه الجايه الاغنيه الاولى هتبقى اسمها لفيت لفيت يلا بينا نسمع لفيت لفيت ما لقيت ولا لفيت لا لفيت ما لقيت انا بكمل ده كلام اللي هنسمعه في التراك طيب هنسمع دلوقتي لفيت من محمد ابو ذكري بفكركم ان التراكات اللي هيلعبها محمد في الحلقه النهارده هتكون كلها موجوده على تشانل نجوم اف ام على يوتيوب وكمان تقدروا تسمعوها اكسكلوسيف على ديزر تعالوا نسمع لفيت من محمد ابو ذكري في قعده مزيكا على نجوم اف ام ينساك da na na na
رجعنا لكم تاني، انتوا لسه بتسمعوا قاعدة مزيكا على نجوم اف ام 100.6، ولسه بتشوفونا على نجوم اف ام تي في، ولسه معانا محمد ابو ذكري. وقبل الفاصل كنا سمعنا منه تراك لفيت، وكنا وقفنا في رحلتك الموسيقية عند لما سافرت فرنسا.
بس انا عايز ارجع حته قبلها برضو. انت عايز تكروتها؟ لا رجعت براحتك. عشان انت قلت لي ان انا انك عملت فرقه، وانا يعني بس مهتمه اعرف التفاصيل عشان انت برضو تعتبر يعني كنت صغير. أيوة. ان انت تاسس فرقه، وعايز اعرف انت مثلا اخترت الموسيقيين والالات التانية على اساس ايه؟ هل ده عملته لوحدك ولا في حد ساعدك؟ ايه اللي حصل يعني في الفقره دي؟ اوكي، في الفقره دي هي قعدت سنه ونص تقريبا. سنتين بكتير قوي يعني. يعني انا كنت خلاص يعني دي اصلا دي الفقره اللي عملت كوبري ما بين مصر وما بين السفر. هي فكره ان انا ايه ده، انا بألف بقالي عملت ألفت 4 تراكس 4 تراكات. طب عايز العبهم. فجيت بقى كان عندي واحد صديقي جدا يعني لحد دلوقتي صديقي جدا اسمه شريف مازن. كان بيلعب جيتار، فبقى عملت بقى المقطوعات معاه. وبقى بعد كده جبنا واحد صاحبنا تاني كاشنست. وزعتها يعني وزعناها مع بعض. خلي بالك ساعتها ما كنتش انا برضه موسيقيا، انا كنت سولوست في العود في حته معينه، ولكن كموزع وككمبوزر بقى اون انذر سكيل ده ما كانش لسه عندي خالص يعني. فما كنتش بقدر اوزع، كنت قعدت بتجربه يعني. زدت مع واحد صاحبي جاي لي، بنقعد كل يوم عندي في البيت، وكنا بنشتغل بقى 7 الصبح يعني. كنا بناخد مواعيد كده اللي هو احنا بنشتغل ونقعد بقى نحاول نبيلد اب ونبني التراكات مع بعض وكده، لحد ما خلصنا 4 تراكات انا فاكر. وساعتنا كلمنا بيكاشنت صاحبنا، كان في بيجي في بيت العود كتير، بيشتغل معانا كتير في بقى اوركسترا بيت العود وكده، خالد ابو حجازي. مش فاكر مين تاني. كان في بيزست اسمه حسام غالب. لعبت معاه ساعتها في الكواتيت ده. بس وده كان هو ده مبيعي. وعملنا بقى كم حفله. كنت بتلعب المؤلفات بتاعتك اللي هم بالزبط. 4 تراكات. ما انا عملت ايه بقى؟ ما انا صايع بقى. قلت طب انا عايز اعمل حفله، اعمل ايه؟ فروحت اعمل اول جزء، قعدت العب مقطوعات انا حافظها من الاوت. سولو وستار يجي سولو اوت. وتيجي في التراك الخامس ادخل بقى الباند بقى، اقول يا جماعه باند بقى ونعمل حفله. انا هعمل دلوقتي الحاجات دي بالظبط. فين بقى كنت بتعمل حفلات؟ عملت بقى ده عملت بقى في الاوبرا، عملت في الساقيه، عملت في روابط، في بيت الهواري بقى والسحيمي. يعني قعدت كده في السنتين دول لفيت كده لفه في اللي كان موجود ساعتها يعني. بس وانا فاكر كنا بنعمل كمان حفلات في سمارت فيليج ساعتها، كانوا لسه بقى فاتحين سمارت فيليج، ده كان حوار ساعتها. وكانوا عاملين ثياتر جوه، كانوا بيعملوا بيه حفلات. فاكر دي كانت اخر حفله بس عملتها في مصر يعني. كانت في سبوت فيليج. كنت حاسس وقتها نفس الاحساس اللي حكيت لي عليه، انه انت مش عارف يعني، عايز تروح حته ثانيه وواقف عندها يعني. يعني تجربتك مع الحفلات دي حسيتك ايه لما قابلت الجمهور وانت بتسمعهم حاجتك يعني؟ انا كنت مبسوط، انا كنت مبسوط جدا. كنت مبسوط. مع بالنسبه لي خلي بالك حتى سقف الطموحات كان مختلف تماما يعني. فكنت حتى لما كنت بطلع من حفله مجرد ان في ناس اصلا الناس بتسقف، ده كان بالنسبه لي واو ايه ده، النهارده كان يوم حلو يعني. ايوه. ما كانش فيه بس كنت برضه في الاول والاخر برضه بس كان عندي بس مشكله في ان انا مش عارف بقى يعني، في حاجه واقفه انا مش عارف اتقدم ازاي، مش عارف انا ليه مش عارف اتقدم. ومش قادر اعرف ايه السبب يعني، بس حاسس ان ايه ده الحاجات ما بتتحركش بسرعه كده. وانا ما زلت حاسس صراحه بس يعني انا ده سكيل يعني. بس انا فاكر ان انا في الفتره دي كنت خلاص بقى عايز اسافر، عشان مش عايز احس ان انا كل شويه ايه ده انت اصغر عازف. كنت عايز احس ان انا ايه ده انا بتعلم بجد، احس ان انا بتعلمش خالص كده، انا بس في حته بمنافسه يعني كمان. وعماله اعبد واحس ان انا مش هنا لسه، انا عايز ابني، احس ان انا بحبق نفسي يعني. فعايز ان انا عايز اتعلم تاني كده يعني. طيب اشمعنى فكرت في فرنسا او الموضوع جه ازاي؟ صدفه جدا. كنت بدور على سكولرشيب. الموضوع ده لطيف قوي عشان تعرف انا اخويا موسيقي عبد الله. عبد الله بيحكي نفس القصه، واحنا الاثنين فعلا عملنا نفس الموضوع من ميلي. رحنا اتكلمنا في بيركلي وما جاش السكولرشيب، جات لي مش عارف كنت بتقدم على منحه او جات لي برضه منحه صغيره قوي. فاللي هو طبعا بابايا قال لي لا انت مش لوحدك يا حبيبي، ما تروحش انسى يعني. وكان في الوقت ده كنت بدات اتعلم فرنساوي مع واحد صديقي كده بالصدفه. صدفة يعني جدا. مش عارف انك هو كان عايزني ادرس عود وفلوس، وهو صاحبي جدا. فقلت له انت يعني انت one of my best friends، فانت لا انا هديك حصه عود ببلاش وتدي حصه فرنساوي ببلاش. الله حلو قوي. فتعلمت فرنساوي كده اصلا. قعدت بقى سنه ونص نعمل كده عادي جدا بالتوازي، مش اي علاقه بانا بعمل ايه في حياتي يعني. بعدين فجاه ايه ده امريكا، ايه ده المنحه ما نفعتش، طب هعمل ايه؟ كان معايا بقى واحد صاحبي تاني برضه في ليون ميوزيشن وكده، قال لي طب انا في الجامعه دي هنا جامده جدا مش عارف ايه، قال لي احكي لي على البروجرام. قدمت، اتقبلت في شهر، بعدها بشهرين كنت في فرنسا. فالموضوع بجد اللي هو انا ما فهمتش اللي هو الكلام ده حصل مثلا في ايه؟ في ابريل مثلا. انا بقى افور شويه اكتر من شهرين او 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 او, أو مارس. فمثلا كنت في فرنسا 25/8/2009. بس رحت بقى بدات يعني رحله دراستك بقى في فرنسا. انت هناك درست 4 سنين صح اولا ولا
يعني كأنه لا يعني أنا الجامعة بتاعتي 3 سنين أوكي وبعد كده عملت ماسترز بس أنا الثلاث سنين دول عملتهم 5 سنين أصلا لأن أنا دبل أوت بقى أوكي وكان إيه الكور يعني بتاع دراستك وقتها يعني كان لأنه أنت بتعزف عود هل هي كانت زب. حاجة ليها علاقة أصلا بالمزيكا الشرقية أو يعني لا 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 كانت أوركسترا بقى أوركسترا وتأليف وتوزيع موسيقي حاجة تانية خالص حاجة بقى تانية حاجة هي الحاجة اللي انت فعلا كنت اصلا بتفكر ان انت بالزبط. عايز تتعلمها وعايز تعرف عنها اكتر ايوه بالظبط بالظبط عملت كده في 9 كان الجامعة هي توزيع وتأليف موسيقي الاوركسترا وفي البداية كان في ميوزيكولوجي كمان ليها علاقة بتاريخ الموسيقى يعني هي كانت جامعة ففي الكلية مفيش يعني ايه مش زي الكونسرفاتوار فانت بتاخدي غصب عنك لازم تاخدي مادة كده مع جنب بقى المواد اللي هي ليها علاقة بالتخصص يعني اللي انا بقى اخترتها دي يعني. بس فقعدت بقى بدل 3 سنين قسمت السنوات على 2 عشان بقى اشتغل برضه في الجاز بقى او التسيني اللي هو ملوش اي علاقه بالجامعه. اوكي. فطول عمري انا طول وقتي في فرنسا كنت شغال في الجامعه كلاسيك وبعد الظهر جاز مع اصحابي. فبتلعب بقى في حتت يعني بالظبط. عملت بقى اول باند ليا. قعدت بقى 3 سنين لحد ما الاقي بروديوسر عشان اعرف اعمل اول البوم ليا. طب احكي لي بقى اصلا على يعني تجربه الدراسه هناك. كان صعب بالنسبه لك يعني اصلا كمان ان انت كان الدراسه بالفرنساوي اصلا طبعا فانت برضو يا دوبك خدت الكام حصه مع كام حصه بتاع مع مكائيل مع صاحبك وبعدين فجاه رايح تدرس بالفرنساوي واظن ان يعني تعليم الموسيقى هناك جد اكتر ما احنا متخيلين طبعا فاحكي لي على التجربه دي كنت حاسس ازاي انا حاسس ان انا التجربه هناك بس التجربه كلها ولا لحظات الجامعه كل حاجه بس انا قعدت على فكره 11 سنه في فرنسا ما انا عارفه لا خلينا نتكلم على اول 3 سنين اللي هم 5 سنين على اول 5 سنين اللي هم بدات فيهم الدراسه ما بالنسبه لي هو هي اصل هي دايما ايه في اللي انت بتتعلميه وفي البيئه اللي انت فيها الاثنين بيلعبوا دور مهم جدا اكيد طبعا اول حاجه هو الدراسه هو المكان اللي انا بحتاج عشان اتعلم ده اتعلمت فيه جدا طبعا سولفيج بقى ومش عارف ايه وتاليف وتوزيع وانا بيج سكيل وكستريشن وده حاجه ما اتعلمتهاش انا خالص ده مش معناه ان هي مش موجوده في مصر انا بس بقول ان انا فقط اتعلمت ده تاني حاجه هي بقى وجودك اصلا مع ميوزيشنز من ستاندرد مختلف تماما مع موسيقيين من طراز مختلف ما بتلاقوهوش اصلا في اي حته بسهوله جدا لان هناك عاملين كونسرفاتوارات اتعملت في كل المدن من مثلا 30 40 سنه فبقيت البلد كلها انت لوحدي في الريف هتلاقي اقل ميوزيشن اجمد من اي موزيشن هتقابليه في حياتك مثلا واحنا قاعدين في القاهره بجد بقفش والناس مش مشهوره اصلا بس فانت خليتي خلاص يعني هم عملوا مدارس مزيكا من مستوى عالي في كل حته فبقى ان انت لو روحتي مثلا في دمنهور هو نفس المستوى العالي اللي هتلاقيه في نيويورك هو نفس المستوى يعني مش طبعا بقفش شويه بس عشان اوصل لك الفكره اللي عايز اوصلها يعني بس فطبعا ده فرق معايا جدا ان انا وانت كمان النقله ان انت جاي من بيت العود اصغر عازف اشطر عازف مش عارف ايه وفجاه تتنقل في حته في بقى منافسه بينك وبين ناس تانية وفي ناس اشطر منك وناس اقل منك وناس زيك وكده فنفسيا ده كان تمام معاك ولا انا بالنسبه لي كان تمام لسبب لان هو في حاجه سهله وفي حاجه صعبه هي صعبه انك تكملي وانك تعرفي تعملي اسم وتكملي لان هم هناك يعني هم هناك شويه بتكلم كده بطريقه عجيبه شويه بس يعني قصدي هم هناك يعني قصدي في اوروبا اصلا بشكل عام في كده طريقه كل كلتشر في كل ثقافه في الدنيا ليها طريقتها فهناك عندهم طريقه جدا ان انت لا يعني بالعكس انت لما بتبقي عامله زي الاجنبي اللي بيجي مصر في اكزوتيزم في الموضوع فانت بتقولي انا اسمي محمد ابو زكي بلعب عود مبدئيا انت عندك حاجه سهله ان انت بتتسمعي اكتر من مثلا ممكن يكون جيوماغ بقى له مثلا 6 سنين ما حدش عايز يسمعه اصلا عشان هم كتير قوي او عشان السين ساتوريتد عشان بيحسوا في حاجه غريبه هنا بالظبط اكزوتيك بالظبط حاجه ايه ده زي عارفه لو ايه ده دي بفان ده من تايلاندا فاهمه ايه ده فاهمه المانجا دي طعمها غريب عشان جاي من الصين نفس الفكره كده بس ال 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 دي الحاجه السهله الصعبه بقى هو ان لا لو انت مش هتكملي عادي جدا يعني لو الموضوع لو انت فعلا ما قدمتيش حاجه مختلفه هتوعي برضه بسهوله برضه يعني عادي جدا اكيد بس هتبومي بس يعني كده تعالى نلعب تراك ونرجع نكمل رحله فرنسا كان ايه التراك الجاي اسمه عزيزه عزيزه دي على فكره اغنيه لسه خلصانه يعني ايه تمشي في الفيديو احدث انتاجات محمد انتجات مذكري الاوضه مين عزيزه طيب ما اعرفش اشمعنى عزيزه ايه اشمعنى عزيزه يعني الاسم عجبني اسم قوي بحب الاسم قوي يعني اختي مش عاجبها جدا مش عاجبها خالص الاسم ده
شايفني بقول التفصيله دي بس عشان لسه قايله لي امبارح مش عاجباني انا مش عزيزه قديم قوي قلت لها انا بحبه جدا بس انت ما تعرفش حد اسمه عزيزه يعني ما فيش حد قالها لا انا اصليه عزيزه قوي عزيزه عليا قوي قعدتنا كده مع بعض فهي مش شخص القعده هي اللي عزيزه اوكي فهم خلاص يلا بينا نسمع كان نفسي والله يا عزيزه احكي لك عليه بس ايوه يلا نسمع عزيزه من محمد ابو ذكري في قعده مزيكا على نجوم اف ام عزيزة عليا قوي
ايدنا كده على بعض. عزيز عليا قوي قعدتنا كده مع بعض. عزيز عليا قوي ضحكتنا كده على بعض. يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني، انتوا لسه مع قاعدة مزيكا على نجوم اف ام، ولسه معانا الفنان محمد ابو ذكري. كنا سمعنا منه قبل الفاصل تراك عزيزة، وبفكركم ان التراكات اللي هيلعبها ابو ذكري النهارده في الحلقه هتكون موجوده على تشانل نجوم اف ام على يوتيوب، وكمان تقدروا تسمعوها اكسكلوسيف على ديزر. طيب ابو ذكري، احنا كنا وقفنا عند يعني اول فرقه بقى انت عملتها وانت في فرنسا، اول كان اسمها ايه؟ كان اسمها حجاز. انت حسيت بضغط كده بتاع الحته الاكزوتيك دي اللي كنت بتحكي لي عليها، ان انت محتاج تبقى مختلف عن المزيكا هناك وتبين الاختلاف ده؟ وبعدين في مشكله تانية حصلت برضو، انا ما يعني ممكن دي كانت مختلفه شويه عليا انا. عشان انا ساعتها بقى بعديها بسنتين كنت انا داخل على اول البوم ليا كان اسمه فوضى. لا لا كان كده ده رابع واحد كده. اوكي. فاول واحد فوضى. ففوضى ده اتعمل وبعدين حصلت الثوره وانا بعمله. فانت كنت فوضى قبل ما يعني؟ لا مش قصدي كده، انا قصدي ان انا ما حضرتش الثوره اصلا. انا الثوره كنت انا قاعد في مصرية، انا كنت في ليون اصلا وقاعد بس يعني قصدي اقول حضرت الثوره زي اي شاب صغير، بس قصدي اقول انا اي واز نوت ان ات اصلا. فكان غريب، فكان كل بقى الانترفيوز بقى انت مصري سوا، انت مصري، وانا بقى اتخانقت يعني بيكلموك عن انا سوا بالنسبه لي مع اهلي، لكن انا مش معيش ما كنتش لافن بس عشان يعني ما نسبقش الاحداث. احكي لي الاول عن حجاز، مين الموسيقيين اللي كانوا معاك، ايه الالات؟ اوكي حلو قوي. فماشي، واحد من اعز اصدقائي كان اعرفه من مصر بالمناسبه، جيوم على الجيتار، جيوم هوجن. والتاني كان برضو يعني برضو تسمي إيغو ريدي. إيغو ريدت شوفي يسمونه ده اسم الفرنساوي والنطق الإنجليزي بتاعه ريدت، بس هو بس يعني لا بيزيست خطير يعني حد غير طبيعي. فكان معاك جيتار بيز، ده أول حاجة أول سات أول ألبوم. ورابعة بقى كانت أنلوغ بورجي. أنلوغ بورجيت دي شيز أ فرنش بيكاشنست برضه فظيعة، برضه قابلتها في مصر بالمناسبة قبل ما أفهم سعيد. والله. فهم تلاتة موسيقيين، التلاتة فرنساويين وأنت بالزبط. وأنا ربيعهم وأنت ربيعهم بالعود بالظبط. طيب كان إيه بقى، كانت التجربة عاملة إزاي؟ إيه نوع المزيكا اللي كنت بتعملوها؟ دي أحلى تجربة في حياتي دي، لان دي اول باند بقى واوروبا وعندي 18 سنه ومش مع اهلي وكل يوم بعمل بروفات ومش عارف ايه وبعدين بدانا نسافر. سافرنا بيها كتير قوي على فكره بره اوروبا، يعني سافرنا بيها انترناشونال كتير قوي. سافروا بتعملوا بتشاركوا بقى في مهرجانات، بتعملوا حفلات؟ احنا بقى امريكا اللاتينيه، واحنا عملنا بقى توز بقى في فنزويلا، بوليفيا، ورحنا بيرو بعد كده. وبقى وفي النص بقى كان في حاجات بقى بلاد عربيه، مغرب، جزائر، امارات، باكستان. لا سافرنا شويه غير اوروبا بقى. جيت مصر جيت مع لطفي فهمي هي اللي جابتني في الماكس كونفرنسي. جينا في 2000 في 2011 بقى كانت سنه السوا دي، بعد السوا ب 6 17 جينا في الصيف بتاعها. طيب وتجربه يعني الفرق بقى بين مثلا الحفلات اللي انت عملتها قبل ما تسافر على طول ولما رجعت، يعني ايه اللي اتغير فيك انت كميوزيشن؟ اتعلمت جدا بقى. لا اتعلمت بقى حاجات كتير، بس صعب قوي ان الواحد يقول اتعلم ايه، بس اكيد ان ده فرق معايا حتى في الموسيقى الشرقيه وحتى في عزف الموسيقى الشرقيه المصريه او حتى الموسيقى العربيه بشكل عام. يعني
فهم الموسيقات الاخرى وده في الفنون بشكل عام مش الموسيقى بس يعني في اي فن في الدنيا كل ما بتكبري دايره معارفك او بتحاولي تروحي في حتت انت مش عارفاها ده بيخلي اللي انت عارفاه اصلا بتشوفيه بشكل تاني بترجعي له مش نفس الشخص أكيد. اصلا فده بيفرق فده اللي انا ده الحاجه بقى اللي انا ماسكها فاقدر اتكلم عليها اللي هو التجربه نفس حد نفسها هي تجربه جميله جدا كان محظوظ اصلا يعني حسيت ان انا عندي حظ كتير قوي ان انا فجاه الاقي اصحابي اللي بحبهم رحت لقيتهم موجودين قلت لهم نعمل باند وكلنا كنا على فكره كل يعني في اتنين غيروا مكان سكنهم عشان يجوا جنبي في اليوم هم واحد في نونت والتاني في مخسي فدي حاجات بعيده قوي عن بعض زي كده الاقصر واسكندريه مثلا فالاتنين يروحوا القاهره كده يعني بس وبقى في بقى زي فاميلي عارف الباند فاميلي الاحساس ده وانا صراحه عمري ما كنت عشته ما قدرتش اعيشه في مصر لان انت كنت دايما سولو ارت يعني اكيد عشته شويه في بيت العود مثلا مع بس هو بشكل عام صعب يتعايش الاحساس ده صعب يتعايش لان عايز ظروف اقتصاديه في مكان مختلف يخلي ان الفنانين يقدروا يتعاملوا مع بعض على ان احنا ايه ده احنا بنعمل حاجه وممكن نقعد يعني احنا عايشين مع بعض في حوالين باند او انا ده ما قدرتش احققه في مصر حسيت ان انا ايه ده انا بتعلم حاجه جديده يعني بس غير بقى ان ميوزيكلي انك تبقي قاعده مع حد مستوى في الموسيقى مختلف جدا وجاي من ثقافه مختلفه تماما انت طول الوقت وانا بلعب عود فطول الوقت عايز اثبت نفسي ان انا ايه ده عارف العب معاهم ومفروض ان انا بقى اللي بعمل الكومبوزيشن فانا المفروض ده مزيكتي بس في نفس الوقت او يعني ده في موسيقتي المفروض يبقى ليدر يعني المفروض الليدر بس في نفس الوقت انت طول الوقت حاسه ان انت عندك مليون حاجه لازم ترجعي تشوفيها وتصلحيها وتحاولي يعني دي لوحدها اصلا تجربه قويه جدا يعني بس انت كمان يعني عديت بالحاجات دي كلها وانت لسه برضو في سن صغير يعني انت حتى اللي بتحكيه لنا ده كان 19 20 يعني 20 ده كنت خلاص مثلا سنتين معاهم مثلا 20 مثلا طيب المشروع انتهى بعد سنتين ولا ايه المشروع حصل؟ بقى عملنا بقى اول البوم وبقى اخيرا لقينا بروديوسر كان بقى لنا بقى سنتين ثلاثه بنسافر بالمشروع بس مش عارفين نلاقي فند ولا عارفين نلاقي بروديوسر يقول لي هعمل لك برودكشن عشان تعمل الالبوم لسه اول البوم وانت صغيره بالسفر كلهم بيستنوا لما اشوفها كملي ولا هتبقى فيستيفالز اثنين ثلاثه ونخلص يعني هم كلهم عندهم الطريقه دي هناك يعني فهناك او في اي حته اظن يعني فمهم فعملنا الالبوم بقى جت ريليست 2013 لقيت بروديوسر في فرنسا لقيت بقى بروديوسر بقى من باريس بقى وعمل بقى وورلد وايد ديستريبيوشن مش عارف ايه ده كان لطيف جدا وكان واو اخيرا كده بقى فده اول البوم خلص خلاص خلاص خلصنا منه فطبعا انا يا دوب اصلا عملنا الالبوم كنا احنا اصلا بقى لنا 3 سنين بنعزف في الخاص قايفين عايز اعمل البوم جديد اصلا عارف انت الاحساس ده لما تقعدي لما تبقي شغاله على بروجكت وبعدين خد وقت كتير قوي والالبوم بقى عباره ان انت بتعمل كانك بتعمل اركايفنج كده يعني مش اركايفنج قصدي بتعمل دوكيومنتيشن للفتره اللي حصلت دي يعني بتلم الحاجات اللي انت اشتغلت فيها دي كده وتجمعها في البوم واحد يعني مش ان انت تنتج حاجه لو بتبقي سعيده جدا ان ده حصل بس في نفس الوقت فنيا بعد كده بتحسي ان ايه ده من اول ما حطيتيه في السي دي بتحسي ان انت ايه ده انا عايزه دلوقتي انا عايز اعمل بقى الالبوم الجديد لان انا زهقت انا بقى لي 3-4 سنين بعزف نفس التراكات على المسرح بس فدخلت بقى في البوم جديد ده بقى كان نقله شويه مختلفه برضه عشان كنت لسه ما خلصتش الدراسه صح لسه لا خلصت بقى الدراسه وانا بعمل البوم الثاني وساعتها مضيت بقى مع ليبل مشهور جدا اسمه هارمونيا من موندي كنت غيرت كمان البروجكت والموسيقيين وكده ولا لا كنت غيرت بس ما بقاش فيه جيتار وبقى فيه كيبورد اوكي وساكسفون زي فبقينا كانتات بس انا الوقت موجوده وايجو كان موجود عادي جدا بس الجيتار غيرته مع جيم اللي هو صديق عمري يعني كان تمام جدا بس كنت نفسي اعمل حاجه مع ساكسفون وبيانو وكان المشروع بتاعك اسمه ايه في الحفلات وكده كان حجاز برضه نفس القصه بس الالبوم الثاني كان هو دايما كان اسمي على فكره كنت دايما بحط محمد ابو زكي وحجاز اوكي ولسبب معين يعني بس لان انا برضه كنت قاعد هناك وكنت برضه عايز يعني على ان موضوع الاقامه وكده مش عايز مشكله فقلت لا انا لازم باسمي موجود از ستار عشان اقدر ما ابقاش عندي مشاكل تثبت ان انت عندك شغل مش عايز بقى اروح فاهم اجي اعمل ورقي في الاقامه فحد يقول لي ايه ده انت قاعد بتعمل ايه فقلت لا كل حاجه تحط على اسمي هو كده اسباب سياسيه معيشيه بالظبط فكان كل الالبوم بتاعتي كده كلها مكتوب عليها اسمي وبعد كده شلت بقى اسم البند وبقى اسمي بس يعني كان نوع من انواع التواضع طيب الالبوم الثاني بقى كان اسمه اسمه انجوت الطريق الدائري وكان بقى اول مره بقى اساين مع هارموني بس انت حكيت لي حاجه في النص اسمها فوضى
دي واحد الاول البوم ده اللي كان قبل حجاز اوكي انا افتكرته بعد حجاز ده اللي حتنا بقى لما خلاص كريمنا فيه خلاص عايزين بقى نعمل حاجه جديده انا بنحبها فاحنا بقى عملت الطبيب ده ايه ده بينج بوت وده بقى كان اول البوم مع هارمونيا موندي وانا بالنسبه لي انا ليه بقول اسمها عشان بالنسبه لي بقى كان بقى ايه دخلنا بقى في الكاتالوج اللي فيه احمد جمال بقى وستيف كولمان ومش الناس بقى في الجاز بقى مشهورين جدا وانا عيل اصلا جنبهم عادي جدا وراجل هي سايند وعجبوا الديمو وقال اوكي الالبوم الثاني بعد انا هنتج لكم الالبوم ده اللي هو الليبل هو ده السي دي اللي ممكن تلاقيه في اي حته تسفيها يعني عشان هو ده الوحيد اللي كان هارموني موندي فبروح اي حته مثلا مسافر كندا نيويورك اخش الاقي الالبوم بتاعنا هناك كده هم جامدين جدا يعني بس هو في الاخر في افلاس وورد اوف سنتين في الدول مع تغير المزيكا طب تعالى تحب تسمعنا حاجه دلوقتي قبل ما نكمل كلامنا تعالى نلعب تقسيم بقى عود شويه بقى شويه كده نرجع لايام زمان يلا بينا حاجات ما اللي كنت بتلعبها وقت ما كنت في بيت العود مثلا تقسيم بقى تقسيم كده عود عفا اللي هو العود كما كان عودا منذ الصغر يلا نسمع تقسيم من محمد ابو ذكري في قعده مزيكا على نجوم اف ام Thank you.
يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام. انتوا لسه بتسمعوا قعدة مزيكا على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، ولسه معانا ضيف قعدة مزيكا النهاردة الفنان محمد ابو زكري. ابو زكري، قبل الفاصل والتراك اللي فات كنت بتحكي لي على تالت ألبوم ليك. ايوه. كملي بقى الرحله بعد كده، مشيت ازاي يعني بعد okay. بقى خلاص بقى ألبوم تاني، خلاص بقى عندك ليبل وخباله منك ايه ده قلنا ايه ده ايه ده واو بالظبط كده مستواك بقى وشغل كده ايه ده والله لطيف. خلصت بقى الجامعه وعملت بعد كده ألبوم بقى مش اي علاقه، اسمه كركديه. هو اللي احنا اتقابلنا فيه اون تور. ايوه بالظبط. فاكره انا عارفك من قبلها ايام نشهد اول تعمل لهم بالظبط. بس انت اصلا لما خلصت جامعه ليه فكرت يعني انه كمان تكمل بقى، انت عايز تعمل ماسترز وكده؟ لا ماسترز بقى جت على طول بعد كده، ان انا عايز اعمل موسيقى افلام. انا كان ساعتها جالي كذا كده بروجكت كده ليه علاقه بمزيكه الافلام دوكيومنتري وبتاع. وانا في الجامعه بتاعتي هي الوحيده اللي في فرنسا بالصدفه دي بقى. ما اخترتهوش يعني ده عشان اليوم اصلا اللي عاملين المفروض يعني اختار السينما الاخوان اللي مياه وكده بالظبط. فالجامعه بتاعت اليوم الوحيده اللي عندها بروجرام ليها علاقه بالموسيقى التصويريه. وبجد تقريبا فوفي يعني او بالنسبه للجامعه الثانيه كتير قوي. فانا قلت ايه ده، طب لازم اعمل ده. لما جالي بقى مشروعين كده وعجبني اول تجربه، بس حسيت ان انا مش يعني لازم افهم اكتر من كده شويه. فخلصت بقى البوم كده كده، وانا واحنا بنطور اكشلي كنت انا بدات بقى الماسترز دي بتاعت فيلم سكورينج في نفس الجامعه، رجعت اليوم تاني في ست باريس ورجعنا لاراضينا تاني بالظبط. وخلصت الماسترز دي بقى، دي لسه مخلصها من سنه ونص على كده، ساعتين مش كتير يعني. طيب في كركديه انت رجعت تتعاون مع موسيقيين مصريين صح؟ ايوه بالظبط. ايه بقى اللي حصل ولماذا هذا القرار وكنت بتحاول تعمل ايه؟ انا كنت بحاول اعمل هديه او مش هديه، اقفل كده تجربه كبيره جدا عندي في المطعم اسمه كركديه، كان مطعم مصري في مدينه جنوب لواحد اسمه محمود دايومي. ده زي والدي كده وحد بحبه جدا جدا، وعلمني حاجات كتير قوي وعلمني حاجات كتير قوي على ثقافتنا وعلى حاجات انا اصلا يعني بحس ان هو ظبط لي شويه حاجات كده. فكنت بقى على سهواتي اللي هو كل طول بقى الفتره دي كل السنين دي كلها انا طول الوقت فاهم او بحس بهوم سيكنس طبعا بعيدا عن الصيف كنت بنزل برضه في اهلي كده. ايوه بس الاحساس اللي هو بتاع ايه ده مصر، كنت بقى بروح اسهر معاه ونقعد بقى ايه نبا اشعار اللي مش عارف مين ونقعد بقى لحد بالليل يعني في الويك ويك اند كان بالنسبه لي ده كاني رجعت مصر ومشيت يعني. وهي مدينه جنوب جنب اليوم على بعد ساعه ونص بس. فكان نفسي بقى وكان هو خلاص هياخد المعاش بتاعه ويقفل، كان نفسي اعمل حاجه از انه ايه كانت فكره تخت شرقي معاصر وعادي جدا بس. فعملت كده ورحت بقى جبت يعني جبت او اشتبكت يعني او عزفت او كلمت موسيقيين فنانين في مصر اكتر بقى من حته الموسيقى العربيه. كنا خمسه، كان في لطفي ابوظ على الكمان، كان في محمد فرج على الناي، كان في هاني بدير على الرق والايقاع، وبعدين بقى في مدحت ممدوح على الدهولا في مصر وفي فرنسا. كنا بنعمل دايما التوز مع حد من باريس اسمه وسيم حلال، هو بيركشنست وميوزك بروديوسر رهيب يعني فرنساوي من اصل لبناني بس. وعملنا البند ده وطولنا بيه وفي الاخر بس انت في الوقت ده رجعت مصر شويه عشان تشتغل معاهم ولا ازاي حصل التعاون ازاي؟ جدا في مصر 8 اشهر كده، الكلام ده كان في 2016 مثلا. كان ايه في يعني 15 ايه تقصد ايه بتاخت معاصر؟ يعني تاخد معاصر يعني ان احنا عادي يعني انا يعني مثلا المؤلفات كلها مؤلفاتي فهي ما كانتش حاجات من اللي هو بقى سماعي مش عارف ايه طنبوري بك كده. وكان ان انا عايز اعمل بي توبنج عادي جدا في فيستيفلز وعايز فهي الفكره الحقيقه ما نجحتش قوي. هي نجحت جدا على السكيل بتاع الالبوم يعني يعني ده من اكتر الالبومات اللي كل الناس تقعد تبعت لي رسائل من كل حته ما فهمش يعني بيجي لي ايميلات فاهم من كل حته بجد في الدنيا على الالبوم ده. بس الفيلم ما نجحتش تورينج وايز. ليه؟ عشان اظن عشان فكره ان اصلا ما بقاش في مهرجانات كتيره بتعمل نوع المزيكا ده، فبقيتي بتدوري على الفيستيفالز بالعافيه. عارف عامله زي مثلا تقولي مثلا ايه مش عارف في الافلام اللي اسمها ايه مش الدوكيومنتري بقى المستقله، لا اللي هي بتبقى فوتوجرافي حاجات عيالات بقت حاجه معينه قوي. فبقيت فقدرنا نعمل كذا حفله والغريب بقى ان كل الحفلات كانت ناجحه جدا يعني ده المشروع الوحيد بجد يعني في حجاز وكده كان في حفلات عادي مش حلوه يعني عملنا حفله مش مبسوطين والناس
فهي الحفلات لما بتتعمل بتبقى ناجحه جدا. بس قصدك كل الكونسرتس كانت ناجحه نجاح انا اصلا مش متخيل. بس انك تظبطها او تنظمها اصلا من الاول ده كان بتلاقي فيه صعوبه، او كان اصلا انك تلاقي ان يبقى فيه يمكن عشان ما كانش الجانر واضح قوي، يعني مش عارفين يحطوها في انهي بالظبط. كانوا بيحطوها في اولد ميوزك بس خايفين ان هي تبقى اولد ميوزك قديمه او تبقى سو اوثنتيك ولا ميوزك. ده اصلا شيء مش مفهوم كده بالظبط. اي حاجه عليها لغه احنا مش عارفينها نقول اوكي الميوزك، او اي حاجه مش عارفين نسميها ايه بنسميها بالظبط. احنا يا ابني هنا بقول ميوزك عشان احنا بنسميها هي نفس البيت. ايوه ساعات حتى يعني لما حتى بتختار انك تسمع حاجات وورلد ميوزك يعني ملهاش علاقه ببعض، وكتير منها بيبقى يعني بعيد بالظبط. بالظبط. فيعني انا مش حاسس ان احنا نجحنا، بس في الاخر يعني موضوع قفل. بس انتوا سجلتوا الالبوم ازاي؟ يعني كان انت كنت مع نفس الليبل ولا ده كان بقى مع نفس الليبل؟ كان هارموني مندي. وبقى عملنا اصل سجلنا مع والتر كوينتس، ده يعني مهندس صوت عمل البومات بجد يعني بيل ايفنز بقى وبابي شانكا وحاجات بقى. انت كمان حكيت لي على وقت الوقت توفى، بس يعني حكيت لي كمان على وقت التسجيل لما رحتوا مكان كده معين وعملتوا ريزيدنسي او اقامه فنيه في حته بالظبط. احكي لي كده كان ايه الموضوع ده؟ دي كانت تجربه جامده جدا. عشان بس هو احنا كل يعني كل اللي اتعمل في الالبوم اللي فاتت كلها كانت كده برضه، سواء التجربه المختلفه ان كان مصريين لان هم كلهم هناك بيشتغلوا كده، يعني دايما في ريزيدنس يعني كريشن ريزيدنسي ونور كده. فمصر مفيش حاجه كامله اصلا بكلم اي حد. هو اصلا لو جالك بوفا احمدي ربنا لو جالي البوفا بس فهم بقى. فعملت بقى فقلت بقى ان بقى الحل بقى ان لا بقى. جيت برضه حاولت اعمل بوفات برضه كان الموضوع مش سهل يعني. فعملنا برضه بوفات وبتاع، بس كان الحل الوحيد ان بقى هو يكون في فرنسا ونروح مكان بعيد خالص نعمل ريزيدنسي، ما حدش يبقى عنده حد يشوفه ولا حد تعبان ولا حد بس، ونقعد بقى نعمل ريزيدنسي بتاعتنا نخلصها. يعني كان صعب بالنسبه لك التعامل مع موسيقيين مصريين يعني في فرق يعني؟ طبعا. وبعدين ده مش انا بس، ده يعني هو بس الناس ما تتكلمش بس، يعني طبعا احنا عندنا مشاكل كتير جدا. طبعا القاهره مدينه غنيه جدا ده حاجه، وان الورك ايثكس او طريقه الشغل اصلا مش مهنيه بالمره. ده مفيش يعني بالنسبه للناس اللي يعني في ناس او مش من بره واي حته تانية يعني حتى بلاد العربيه اصلا. احنا في المستوى في 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 في, في المفصل الفني بشكل عام في المفصل الموسيقى او ده الوحيد اللي انا عارفه كويس يعني. بحس ان المهنيه صعبه جدا، صعبه جدا الواحد حتى مثلا يحترم مثلا ميعاده. فتبقي مثلا عايزه تعملي ريهرسل او مشروع مع 8 بني ادمين، واحد يجي بعدها بساعة، واحد يجي بعدها نص ساعة، واحد يجي بعد 3 ساعات، والتاني كمان 4، فخلاص اليوم باظ. واحد يعتذر قبلها على طول مثلا او امبارح الفجر مثلا، فانت تصحي الصبح انت متحمسة جدا. فدي حاجات انت ما بتشيلش همها مثلا وانت بتشتغل خالص بقى. لا خالص بقى، مفيش بقى. انت بتاخدي في الكالندر كمان اسبوعين او 3 او كمان 6 اشهر بيهرسل مع حد، هو ما بيكلمكيش، هو بيقابلك 9 الصبح في اليوم. مش هيأكد عليك قبلها، مش هيجي يكلمني يقول لك ايه ده انت ما كتبتش عليا. ايوه انا خدت معاك ميعاد وكتبته في الاجنده خلاص يعني كده يعني. فده طبعا متعب قوي مش للناس على قد ما هو متعب للبرودكشن الانتاج نفسه. اكيد طبعا. فده بيأثر اصلا في جوده الانتاج الفني في الاخر، في الجوده اللي انت بتقدميها از برودكت. انت في الاخر انت بتحاولي تعملي زي اللي بيعمل بسمه يعني، فانت بتشتغلي عليها فده شغلك. فلما بيحصل الحاجات دي بقى كلها انا بحس انها بتاثر جدا في الاوتبوت ازاي بيطلع في الاخر مهما عملنا يعني. طب يلا نسمع. لا التراك بقى الجايده بقى، انا بقى لي سنه في مصر قلت لك عشان بس اخلص لك بقى عشان انا بقى خايف. قلت لك خلاص دي بقى لك مفهوم طبعا، بقى لك سنه في مصر ليه بالظبط؟ فبحاول بقى اعمل باند بقى لي سنه مش عارف. باند الغنى اللي نفسي اغني فيه. وفي حد ساعدني جدا في الباند ده برضه كومبوزر وبيعمل فيلم سكورينج وجيتاريست هايل جدا اسمه زياد هشام. فانا حابب مبدئيا اشكره ان هو جه معانا، وهو قعد صراحه طول السنه هو الوحيد تقريبا اللي كان موجود في البوفات. فاشكره جدا عشان كده. احنا قررنا ان احنا الباند ما كانش لسه برضه جاهز بعد سنه، فقررنا لا طب خلاص طب هنروح وهو هيجي معايا وهنعزف عود جيتار وهغني عشان شويه بعض التراكات او بعض الوان المشروع الجديد ده تبان يعني. بس طيب فهتلعبوا لنا ايه بقى التراك؟ التراك الجاي هيبقى اسمه تعدي ليالينا. هو بلعب كده هادي جدا. تعدي ليالينا. اوكي. او ما تعديش يعني. لا ان شاء الله تعدي. يلا هنسمع. هسيبكم دلوقتي مع محمد ابو ذكري وزياد هشام فتعدي ليالينا في قعدة مزيكا على نجوم اف ام.
تعدي ليالينا ومن بعيد تبص النجوم تعدي ليالينا ومن بعيد تبص النجوم تفكر دايما بيوم ضحكنا فيه من زمان زمان كانت الدنيا بسيطة أي صحرا جميلة والسلام كانت كفاية تخلينا نعرف ننام ونقوم مبسوطين.
قعدة مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني، انتوا لسه مع قعدة مزيكا على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، وكان معانا الفنان محمد ابو ذكري، ودلوقتي انضم لينا كمان زياد هشام اللي لعب تراك مع محمد ابو ذكري قبل الفاصل. زياد منور في قعدة مزيكا. شكرا خالص، وشكرا على المزيكا الحلوه اللي لعبتوها مع بعض. زياد، قبل ما نتكلم عن شغلك مع ابو ذكري، انا عايزه اتعرف عليك الاول واعرف انت بتعمل ايه ومزيكتك وكل حاجه. اوكي ماشي. انا زياد هشام، انا ابتديت العب مزيكا تقريبا في نفس الوقت اللي محمد ابتدى يلعب فيه كده، على الساعه 10 وانا عندي 10 سنين يعني كده. طبعا كان نفسي بقى احاول اعلي على محمد بقى في اللي هو قاله، بس مفيش فايده. انا كنت بدرس جيتار وانا عندي 6 سنين بس مش هيحصل. انت بدات بالجيتار؟ ماشي. لا بالعكس، انا مش طريقه، انا بفخمت. ف يعني ابتديت العب جيتار على طول اول ما ابتديت. كان قبليها شويه في فقره كده صغيره، كان انا خالي بيلعب درامز، فكنت مهتم شويه بالبركشنز والدرامز والحاجات كده، فلعبت طبله سنه ولعبت شويه درامز، بس الحاجات دي ما لعبتش بقى، يعني ما لعبتش، ما اهتمتش لدرجه ان انا وصلت اعرف العب فعلا يعني. بس وانا عندي 10 سنين دي لعبت بقى جيتار، وكنت قعدت فيه بقى لغايه دلوقتي يعني. يعني بقى لي كده 14 سنه بلعب جيتار، فكنت مهتم بيه يعني من ساعتها، وباخد دروس واخد الموضوع الى حد ما بجد يعني. امتى بقى الموضوع اتنقل من ان انت بتتعلم لان انت بمارس بمعنى شغل ولا بمعنى لعب؟ إيه يعني مثلا لعبت مع حد تاني او ابتديت تعمل حفله او يعني اقول لك كان في المدرسه يعني كان في المدرسه في التالنت شوز بتاعت المدرسه دي كنت بلعب فيها وانا صغير. فالكلام ده مثلا وانا عندي 14 15 سنه. وبعدين الموضوع ابتدى يبقى ان هو انا مهتم بموضوع المزيكا ده، وهو ده اللي انا عايز اعمله في حياتي، وحاسس ان انا يعني هو ده الطريق اللي عايز افضل مكمل فيه كده، وهو ده اللي عايز اكمل افضل اعمله بقى خلاص. كنت عارف خلاص خلاص خدت قرار ده يعني. وانا في المدرسه من اولى ثانوي مثلا كده، وانا حاسس ان هو ده المفروض اعمله. وكان في بقى افكار بقى وانا اللي بعمل ايه. ايوه بالظبط، كان في افكار بقى بالظبط اللي هو من النوع ده. طب انا بعمل ايه في المدرسه؟ طب ما اسيب المدرسه، طب ما اخشش جامعه كده. قعدت اعمل حاجات كده. طب عملت ايه في الجامعه؟ دخلت درست حاجه ثانيه؟ انا حاولت في الاول اخش ميوزك تكنولوجي في AUC، ان انا اتعلم مزيكا عشان فيها برضو حته برودكشن وهندسه صوت وكده، ودي حاجات مهتم بيها برضو. فحاولت اعمل كده بس ما عرفتش، جبت SAT سكور مش كويس، انا كنت امريكان دبلوما، فجبت SAT سكور اقل من اللي AUC عايزينه، فما قدمتش بقى اصلا. وبعدين دخلت كليه اعلام MSA، قعدت سنتين في الموضوع ده وما كنتش قادر بقى خالص، حسيت ان انا ما لوش معنى خالص اللي انا بعمله في حياتي. يعني لقيت ان انت خلاص اخترت طريق المزيكا وماشي فيه بالظبط. وهي حتى يعني حتى دخولي الاعلام ما كانش معناه ان انا ما العبش مزيكا، هي كانت ان هو انا اخد شهاده وبعدين ابقى اعمل اللي انا عايزه بعدين. أيوة وكده يعني ده الكلام ده بالظبط، كل الكلام اللي احنا بنسمعه. طب انت اصلا لما ابتديت تتعلم جيتار، انت خدت دروس مع حد ولا انت علمت نفسك؟ اخدت دروس، اخدت في الاول دروس مع حد اسمه اسامه، كان في مركز اسمه مركز الحفني في الدقي زمان قوي، دي اول حاجه عملتها خالص وانا صغير. وبعدين خدت مع عادل صقر، فعادل صقر هو اللي قعدت معاه كتير بقى، علمني بقى يعني فرق معايا قوي حتى لغايه دلوقتي، لان هو علمني الاساسيات الموضوع كويس. فاللي هو علمني قرايه نوته شويه، وعلمني كنت بلعب معاه كلاسيك، وانا كان عندي مشكله كده مع عادل ان انا ساعتها كنت بلعب ميتال اصلي. فانا كنت بقى شاب بقى عندي عايز ازعق بقى واعمل حاجات كده بالظبط، وهو بقى بيلعبني بقى كلاسيك وبالراحه ومش عارف. انا حاسس ان انا مش فاهم انا بعمل ايه، بس فهمت بقى ده قدام ان هو ده فرق معايا كتير يعني دلوقتي، في ان انا يبقى عندي احساس بالايقاع وعندي احساس باللي بيحصل حواليا والهارموني وكده. فده كان مهم يعني. فده قعدت معاه كتير، وبعدين وقفت اخد دروس بقى، وكنت بذاكر لوحدي لفتره. وبعدين قريب بقى من 5 6 سنين خدت 6 شهور مع فتحي سلامه. دول كانوا مفيدين جدا بالنسبه لي بصراحه. ان هو فتحي يعني بالنسبه لي من المزيكتيه اللي انا بحبهم اصلا يعني، دي المزيكا اللي انا بقعد اسمعها يعني. فان هو ابقى قاعد معايا في اوضه واحده بيديني بقى، بيقول لي افكار، بيقول لي اعمل ايه، ويسمع اللي انا بلعبه فيقول لي عليه حاجات، فما تجرب ما تعملش كده هنا، تعمل حاجه تانية. فاهم؟ فده كان مفيد قوي. وانت لعبت بعد كده معايا في حفلات؟ لعبت انا دلوقتي بلعب مع فتحي. دي حاجه برضو بالنسبه لي مبهره جدا، ان انا كنت قاعد باخد دروس وبعدين دلوقتي بلعب معايا، فانا مبسوط خالص. طب وايه المشاريع التانية اللي انت شاركت فيها او لعبت مع موسيقيين تانيين؟
يعني انا بلعب في المشروع بتاع فتحي ده، وبلعب مع موسيقي برضو بيلعب ساكسفون اسمه شادي قصير، عنده برضو مشروع بتاعه، مشروع ظريف قوي. وانت عارف انت شادي جميل جدا. ايوه شادي جميل قوي. وبلعب مع ساره مولا بلاد، مغنيه مغربيه جت قعدت في مصر هنا بقى لها 3 سنين، فلطيف قوي برضو المشروع ده. ووزعت لها اغنيه ده كانت يعني كانت اول تجربه ان انا اوزع اغنيه لحد، فكان الموضوع لذيذ قوي، بالذات ان المزيكاتيه في اللعب وفي الاغنيه دي هم ناس بالنسبه لي يعني انا بحب مزيكتهم عامه برضو. يعني كان في شمس بيركشنست جامد قوي، ممكن في ميغال ميرينو درامر كان قاعد هنا في مصر فتره وبعدين دلوقتي راح اسبانيا للاسف، وهشام جلال طبعا بيانست جامد، ومنير كنا لسه بنتكلم عليه شويه بيست بس فكان في مزيكتيه يعني لطاف قوي في الموضوع ده، وكانت تجربه لذيذه يعني. طيب انت بقى تعرفت على محمد ابو ذكري ازاي، وازاي انتهى بيك الامر انت بتلعب مع محمد ابو ذكري في مصر؟ ازاي وقعت في مصر جديد؟ ايه يعني اللي وقعت؟ انا مش عارف يعمل انا قلت تمام قلت اخد بيده قلت اخد بيده. لا انا عرفت محمد كصحاب يعني من تقريبا من 2015 2016. هو كان عايش في لما انت كنت قاعد في الزمالك في الشقه. أيوة. بتاعت الزمالك دي. أيوة. فهو كان صاحب ناس صحابي يعني في ايام كده بالظبط. لما أيوة لما كان قاعد هنا في مصر فتره. أيوة. بالظبط. فتعرفنا على بعض كده يعني. انا كنت اعرف كنت بلعب زمان مع عواد من بيت العود اسمه سومر. هو سافر برضه دلوقتي فرنسا. أيوة. فهو اللي عرفني بقى جدا. على محمد. أيوة حد. أيوة. يعني بحبه جدا ومزيكاتي. أيوة. جامد قوي يعني. فتعرفنا على بعض كده كاصحاب يعني، ما فيش حاجه، كنا بنلعب مزيكا بنلعب يعني في البيت اللي هو من جاي كده بنبسط مش بنعمل حاجه. فقعدنا كده عملنا ده، وهو سافر بقى فرنسا، وبعدين لما جه بقى من السنه دي قال لي بقى انه عايز يعمل مشروع، قال لي خد شويه الورق دول كده ذاكرهم. طيب انت يا ابو ذكري بتختار الموسيقيين اللي انت هتشتغل معاهم، او لو بتعمل مثلا تعاون مع حد عموما بتفكر في ايه وانت بتختاره؟ يعني ايه ما هو ايه اللي بيشدك ان انت تشتغل مع شخص؟ حقيقي برضو ال 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 هقول ايه؟ هقول ان ال يعني الشكل الانساني او البعد الانساني بيبقى طبعا بيفرق جدا. بس برضو هو اوريدي الهاي كاليبر في مصر، او مش هقول ازاي يعني اقول الموضوع ده ازاي، بس عايز اقول ان الموضوع صعب. انت عايز تقول من غير ما تبقى يعني ابقى لطيف؟ بالظبط. صعب جدا. اقول لك حاجه، قول الحقيقه. ايوه خلاص. احنا عشان احنا كتير قوي على ان يبقى في بس معهد واحد للموسيقى، وعشان يبقى في كونسرفاتوار واحد. احنا كتير قوي، احنا 100 مليون ده بالك يعني. فاحنا طبعا كتير قوي، فما فيش معهد كفايه. فالموسيقيين الجامدين فيه طبعا، بس هم معظمهم مش موجودين اصلا. كلهم يعني عندهم شغل كفايه ان هو ما عندوش اصلا وقت يتكلم مع واحد صاحبه، مش يشتغل في حمام حد تاني. فاحنا كجيل كده جديد شويه، لا احنا مش بنلاقي بعض بالعافيه يعني. فانا بالنسبه لي مثلا زياد هشام عنده صديق تاني اسمه سيد عصام، بالنسبه لي دي نيو جينيريشن في القاهره ما كانتش موجوده اصلا بالمستوى ده بجد. مش هو قاعد يعني ان هم صغيرين في السن على فكره جدا. انا برضه انا مش عجوز يعني، انا صغير بس اقول. لا زياد بالنسبه اللي هو بيلعبه ده بالنسبه لي هو صغير جدا على مستوى فيه ده 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 فهمت. فهو فانا النيو جينيريشن بتاعتهم دي بالنسبه لي كانت اللي هو واو ايه ده في كده في مصر، والله كويس ان في امل. فانا بالنسبه لي هو ده الامل. فاهم يعني؟ انا مش عارف اكلمك اني كبير بس مش كبير فاهم، بس انا بس لا يعني مفهوم. هو كمان بس فاهم ما بيننا مثلا 6 7 8 سنين. بس بالنسبه لي انا مش متعود ان انا اجي الاقي حد عنده 20 سنه، حتى في 15 كان عنده 12 سنه مثلا او 20 سنه. ما كنتش مش طبيعي ان انا الاقي حد مستوى ده. يعني مش بالنسبه لي مش طبيعي ان الاقي حد مستوى ده. هو اساسا محمد ابو ذكري واخوه الاثنين كانوا بالظبط، هم الاثنين جامدين قوي يعني، ومن هم صغيرين جدا برضه. انا اول مره شفت عبد الله ابو ذكري اول مره وهو بيلعب كان طفل يعني صغير، حاسه بس عبد الله ايوه مجنون بقى خالص. بس اللي بيسمعنا بس مش عارف هو اخو محمد ابو ذكري عبد الله ابو ذكري، هو برضه عازف ساز رائع، عازف ساز مؤلف فظيع، عنده برضو مشاريعه الخاصه. ايوه سابنا برضو واحد فريز برضو فرنسا مش عارف نخليه قعده مزيكا عشان هو خلع وشكله مش عارف يعمل ايه. ايوه بس يعني بجوع على الموضوع ده عشان بالنسبه لي ده موضوعهم قوي بجد يعني، بيلمسني جدا. شايف ان بجد الشباب دي حاجه تبسط يعني. هو في حاجه كمان ليها علاقه بانه جيل يعني الاصغر قادرين كمان يعتمدوا على حاجات تانية يتعلموا منها، يعني زي ان هم قدامهم
الانترنت والفيديوز والقرايه وكل حاجه بقت موجوده كده. ف ايوه الموضوع اسهل بكتير يعني. اللي حابب يبقى جد يعني يقدر يوصل. وبعدين في ناس برضه هو على حسب برضه العقليه بتوديكي فين. في ناس عايزه تبقى يعني مثلا يعني مثلا زياد مثلا ما هوش عايز شاطر بس هو بيعمل هندسه صوت بيدرس عشان يعمل فيلم سكورينج وموسيقى تصويريه مؤخرا يعني قصدي اقول فطول الوقت عشان كده انا فاكر في البدايه خالص قلت لك لما حد بيعمل حاجات ثانيه مش علاقه هو بيعملها بيرجع اللي هو بيعمله اصلا بيبص عليه من ناحيه ثانيه. انا مؤمن بده جدا يعني. فهو يعني كل ما تعرف حاجات اكتر حتى عن الشغف الاساسي يعني. غير ما تقولي مثلا ايه ده انا بعزف جيتار حلو قوي وانا صغير فخلاص انا هفضل بقى كده يبقى انا اجمد جيتارست في القاهره واتشهر بده وافضل بقى واخد بقى كل الجيجات انا كده ناجح في حياتي وايه سهلة يعني تاخد اللقب ده بسهولة في مصر. بسهولة جدا لان احنا يعني جدا طبعا. انا مبسوط قوي انت بتتكلم عني يا ابو زكريا ممكن تبقى لا لا بجد والله بجد يعني عشان بقول لك بقى لي سنة ده اللي طلعت بيه. طب يلا نسمع منكم تراك كمان مع بعض اكيد. يلا حمستونا. انا لعب بقى الاغنية الثانية اللي هي اسمها المسني. المسني تمام مش هو هنسمع دلوقتي المسني من محمد ابو ذكري وزياد هشام في قعدة مزيكا على نجوم اف ام. Thank you.
Thank you.
ياللي انت عينك كلمني المسني وبوسني بوسه ما انساها واستنى عليا حبا كمان حبا كمان داري داري قعدت مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام. انتوا لسه بتسمعوا قعدت مزيكا على نجوم اف ام 100.6 ولسه بتشوفونا على نجوم اف ام تي في ولسه معانا الفنان محمد ابو ذكري والفنان زياد هشام. وعايزه بقى اسالكوا دلوقتي عن مشروعكم الحديث او الاحدث. هو بس هو مش مشروعنا يعني هو مشروع محمد ابو ذكري. محمد ابو ذكري وانت بتشاركوا في هذا المشروع بالظبط. خلي بالك سنه يعني شكرا بس بديك بقى كده التاليف يعني انت راجل مؤلف جامد. ايوه احنا سمعنا يعني سمعنا منكم التراكين اللي لعبتوهم هنا اللي انت قلت يا ابو ذكري ان هم يعني يدونا فكره عن الحاجات ماشيه ازاي او لانه لسه في موسيقيين تانيين المفروض في المشروع وده كده صوره مصغره من شكل المشروع الاساسي. فايه هو بقى وانتوا ايه صوت المشروع تقدروا توصفوه ازاي بتفكروا في ايه عايزين تحققوا ايه عايز توصف انت الاول. طيب يعني متخيل انت اللي تعمل كده علشان الموضوع بقى تقول انت حاسس بايه بقى شوف انا اقول انا شايف ايه. اه طبعا ماشي. انا المشروع ده بالنسبه لي ظريف قوي لان هو فيه الحاجات اللي انا بالنسبه لي في المزيكا يعني الحاجه اللي احنا المفروض نعملها كموسيقيين مصريين يعني ان احنا موضوع الفيوجن بتاع المزيكا الشرقيه مش بس فيوجن هو ناحيه اكتر تطوير يعني ان هو احنا عندنا ثقافه يعني من المزيكا كتير قوي وانا بيبقى عندي احساس كده انها وقفت في حته معينه وخلاص بقى مش هنعمل حاجه بقى اللي احنا بنعمله هو ان احنا نقلد المزيكا الغربي ان احنا الالحان تبقى شبه يا اما نعيد القديم بالظبط فمفيش بقى تطوير بمعنى ان هي تبقى هي نفس المزيكا الشرقي دي وصوتها شرقي جدا وكل حاجه بس الموضوع برده صوته مختلف ما هواش تخت ما هواش مثلا زي المشروع زي كركديه مثلا ما هواش الصوت ده بقى خالص هو صوت فيه جيتار ودرامز وبيس وساكسفون بتاع وحاجات مختلفه وطريقه مختلفه في التوزيع لان احنا يعني متهيألي دي اكتر حاجه فيها مساحه للتطوير في الموسيقى الشرقيه هو موضوع التوزيع ده ان احنا نبتدي ندخل هو برضو افكار من المزيكا الغربيه يعني مش قصدي ان احنا يعني نبعد عن الناس دي عشان هم وحشين انا بالعكس انا ده اللي انا بعمله اصلا وبحب الجاز وبحب كل المزيكا دي جدا انا قصدي بس ان هو ما يبقاش ان هو مثلا يلعب جاز على العود وخلاص هو بيلعب شرقي برضه واحنا لسه بيلعب مزيكا صوتها مصري بس التوزيع يبقى شكله مختلف ويبقى الموضوع بيتغير يعني بشكل ما من نفس الحاجه. طب انا هرجع اسالك سؤال شخصي قبل ما نكمل الكلام على المشروع. اهتمامك بالموسيقى الشرقيه او المصريه جه من المشروع ده ولا انت يعني لان انت تعلم كنت جيتار ما جاش من المشروع ده بالظبط بس انت بتقول انا كنت بلعب ميتال أيوة. لما ابتديت وكده فعايز اعرف ازاي الدخله أيوة. دي حصلت ايوه دخلت ازاي بقول قول حقيقه قول حالك ماشي. طيب انا يعني دخلت ازاي ده هو الاحساس اللي انا بقول لك عليه ده ان احنا في الاخر احنا جايين من مصر واحنا لازم يبقى لنا علاقه بالمكان اللي انا فيه يعني لان انا في الاخر مهما ذاكرت جاز ومهما بقيت جامد في الجاز عمري ما هقدم حاجه يعني مش مستحيل يعني بس غالبا مش هقدم حاجه يعني احسن من حد في نيويورك ولا حد لان هي في الاخر مزيكتهم ومش بس احسن بطريقه المنافسه هي احسن كمان بفكره ان هو دي المزيكا اللي هو سامعها من وهو طفل وهو فاهم الموضوع ده قوي
فهو ممكن بقى يعمل اللي انا بقول عليه ده، موضوع ان المزيكا تتطور ويبقى فيها حاجه مختلفه توصل لحاجه تانية غير اللي كان عمال يتعاد. فاهم قصدي؟ فدي المساحه اللي عندنا كمزيكتيه عامه مصريين، هو ان احنا نعمل ده في مزيكتنا، فانا لازم يبقى ليا علاقه بمزيكتنا. فانا هو ده اللي بحاول اعمله يعني. ابتديت ارجع اسمع شويه حاجات. انا عندي اصحابي بقى كتير بيحبوا الشرقي بقى جدا من زمان، زي محمد ابو ذكري طبعا. قعد سمعني بقى حاجات، انا اصلا يعني قلت له كده اللي هو كانه اديني كورس يعني، قلت له طب ما تسمعني حاجات كده، انا عايز ابتدي اسمع كويس ومش عارف واسمع حاجات شرقي وبتاع، لان انا ما كانش ليا فيها قوي وما كنتش بحبها. لان انا في الجاز في موضوع الهارموني والامبروفيزيشن وتوزيعات كبيره وحاجات، وانا بالنسبه لي كان دايما صوت الشرقي اللي هو بالنسبه لي ممل شويه، ان هو مفيش حاجه بتحصل. وبعدين الحاجه اللي حببتني في الشرقي، ودي حاجه غريبه شويه يعني، ان انا اسمع شيوخ. انا قعدت اسمع حد زي محمد عمران وطه فاشني بالظبط، برافو. فدي الناس اللي حببتني في الشرقي. وبعدين ام كلثوم وكده، قعدت اسمع ده وانا كبير بقى مش وانا طفل. فخدتها بالعكس شويه، حاجات ما كنتش بتسمعها قبل كده بالظبط، حاجات ما كنتش بسمعها في الموضوع ده بقت بالنسبه لي انترستنج جدا يعني. طيب ابو ذكري، انت بقى احكي لنا رؤيه يعني وجهه نظرك انت بقى عن المزيكا اللي انت بتحاول تعملها دلوقتي. اوكي، وقولي كمان انت يعني بتشتغل على ايه عموما يعني الفتره دي، وايه اللي جاي. اوكي، البند مش هقول بس اول بس حاجه بسيطه عليه، ان انا برضه بحل فيه عقده ان انا نفسي اغني من زمان قوي. ايوه صح، بالظبط يعني دي عقده من زمان ونفسي اغني ومش عارف. وبعدين غنيت مره انا فاكر من كذا سنه، وجي حد قال لي فاهم صوتك حلو قوي، بس يبقى احلى قوي بقى لو انت ايه لفت وجبت حد يغني بقى. دي يا سلام اللي هو ما حسيتش صوتك حلو قوي بس ما تغنيش، مش عارف لو حد قوي بس. ايوه بالظبط، فعندي بقى العودة دي، فانا عايز بقى ان انا بحل العودة دي في المشروع ده. طلع بقى صوتي حلو وحش، قلت بس هغني انا هغني بالظبط. لو مش عاجبك صوتي طب هغني لك ومش هسيبك كده يعني. فيعني في حته دي شويه انا مبسوط بيها شويه جدا. بس والحاجه الثانيه بس هي ان فكره اللي هو كان بيتكلم فيها بموضوع التطور الموسيقي والبعد ده يعني عن في ازاي بتبني الفرقه وكده، فاهمه قوي. وبس بوضح حاجه صغيره، هي فكره ما بين حب الجاز وهي فكره الحاجه الحلوه اللي فيه اصلا، بعيدا عن المزيكا نفسها اللي ممكن ما تحبيش بتحبيها اصلا، لان احنا دي اذواق في الاخر، فممكن ما تحبيش اصلا عادي. بس بتكلم على فكره هو المساحه اللي ليها علاقه بالتفاعل ما بين الميوزيشنز، ان يبقى في مساحه للتفاعل ما بين الموسيقيين. ودي حاجه كانت موجوده في الموسيقى العربيه زمان جدا وما بقتش موجوده دلوقتي، مش عشان احنا بنتدهور ولا حاجه، بس هي ليها علاقه بالتحابب الفني بشكل عام. فهو التحابب الفني له علاقه بالشخصيه وله علاقه انت بتعملي ايه. فطول ما انت ما بتجاوبيش انك تغيري سقف او تروحي تعملي حاجه بشكل مختلف، ده برضه بيعبر او اكشلي ده مرايه عن شخصيتك انت فين في حياتك يعني. او ده انا هاو اي سي يعني ازاي بشوف الفن يعني بشكل عام. في المزيكا بقى في حاجه ثانيه، هي كلها داخله على بعضها يعني. بس فبحس ان احنا في المشروع ده بنحاول شويه صراحه نكسر فكره ان احنا ما بنعملش كوبي بيست لحاجه ولا بنقلد حد عشان نبقى ناجحين. بحس ان احنا بنحاول نقرب لحاجه ونشوف ايه اللي صوته حلو. واحنا لسه ما وصلناش ده على فكره، وانا شايف ان احنا لسه بنتجرب. بقول لك يعني نفسنا نوصل له يعني. فهل ده هيحصل؟ هنشوف بقى. هنشوف. ما حصلناش مش هتستردفيني تاني. ده اكيد. احنا مبسوطين لغايه دلوقتي. بالظبط. طب انت في حاجه ثانيه شغاله عليها الوقت ده؟ انا بقى الحاجه اول اللي مبسوط بيها قوي لسه مخلصها من يومين كبروجكت، هو مسلسل كده بتاع هنا زايد، اسمه حلوه الدنيا سكر. بس في اول مره بقى اعمل موسيقى تصويريه كامله باوركسترا مش عارف ايه، واكتب حاجات مش علاقه بالعود، لا علاقه باللي انا بعمله كفنان على مسرح. فاتمنى بقى الموضوع يبقى لطيف. وعملت فيه اغنيتين برضه بوب كده. فانت عامل اغاني المسلسل والموسيقى وكل حاجه. كومبو بقى، فاهم؟ اتمنى لكم التوفيق في مشروعكم مع بعض ومع مشاريعك ومشاريعك يا زياد. وبشكركم جدا انكم كنتوا معانا النهارده ولعبتوا لنا مزيكا، وكمان كلمتونا عن مشاعركم واحاسيسكم وافكاركم تجاه الفن. اخر تراك بقى قبل ما تمشوا كده. هنجيم ماشي، احنا اخر تراك ده بالظبط. جايين بقى يطلع بقى حلو، يطلع شويه الجيم كده، ورونا الطريقه كده اللي بتشتغل فيها، مش اللي ما بنبقاش عارف بالظبط الجيمنج اللي هو ايه. احنا بنتاجل مع بعض. طب هنسميه حاجه الجيمنج ده ولا جيمنج قعده مزيكا مثلا؟ الله، اوه برافو.
هنعمل جامعة طلع بقى حلو تمام ما طلعش حلو بقى ما تجيبناش تاني حلو ماركتنج طلع وحش نورتونا في قعدة مزيكا. شكرا محمد ابو ذكري, شكرا زياد هشام, بشكر كمان كل اللي سمعونا النهارده واللي شافونا على نجوم اف ام تي في. هسيبكم بقى دلوقتي مع جامنج قعدة مزيكا من محمد ابو ذكري وزياد هشام, واشوفكم الحلقه الجايه مع ضيف جديد في قعدة مزيكا على نجوم اف ام. كنت معاك سايبني لوحدي وانا
مع قعدة مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.